اولا الف مبروك لانجاز الرقم 30 في بطوله العالم. اسالك الاول على يعني عميد لاعبي العالم من سنه 98 لحد دلوقتي، اكيد يعني بطولات كتير حضرتك خضتها وحصلت على جوائز كتيره، الاستمرار مده طويله بالتفوق في رياضه زي كره السرعه، يعني روشيتا عملتها ازاي؟ هي طبعا المدة الطويلة دي، يعني أنا بادي كمان من 91، أول بطولة عالم كان 98، لعبت 17 بطولة عالم خلال لما الفترة دي. تلعب من 91 وهي اللعبة سنة 85، 84 84 الاتحاد يعني خدتها من الجيل بدري الأول قوي. تقريبا. بالظبط. يعني لو هنلخص الروشيتا زي ما حضرتك طلبتي، يعني يمكن هو الشغف، الباشن أهم حاجة، لأنه عشان تستمر مدة طويلة جدا مع تغيرات بقى كتيرة، سواء الأول فترة الدراسة وبعد كده فترة الشغل، فترة الجواز والخلفة، يعني في مدة طويلة، فلو ما فيش الباشن ده للعبة يعني هتلاقي نفسك وقعت في مرحلة من المراحل. فالحب اللعبة بشكل كبير، ويمكن برضو التفضيل للتمرين والمجهود اللي الواحد بيبذله عن حاجات كتير، يعني طول السكة والمشوار بيبقى فيه مغريات اخرى، زي يعني اي حد ممكن يقابل حاجات كتيره، لكن تحط البرايورتي بقى دي رقم واحد بالنسبه لي في الفتره دي، وبالتالي يعني كل اختيار كان بالنسبة لي هو ده الاختيار رقم واحد، لحد لما الواحد يعني العمر ما عدى بسرعة برضه، الواحد لقى في ده فعلا واحد بقى له 28 سنة، فمدة هل طويلة هي دي. رياضة يعني عادي فيها ومسموح فيها ان الواحد يعني يلعب سنين طويلة كده ويفضل محافظ على تفوقه ويعني انه يبقى فيت حتى رياضيا؟ من ناحية مسموح او انه ينفع؟ طبعا، لكن مش ما زي هوش رياضات سهل. تانية بتخلص بسرعة يعني المشوار مش الواحد هيبقى فيها مثلا قليل. زي الجمباز مثلا، هو عمره قصير عادة، لكن يعني هقول انه اللي بيوصل للمرحلة دي برضو عدد قليل قوي، عدد قليل. يعني هي كل حاجة يعني ممكنة، لكن مقابلها بيبقى مجهود معين، او انت بتبذل حاجة بالنسبة لك تبقى دي البرايورتي، يعني فهي موجودة بس اعتقد مش كتير عملوها. أكيد.